فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الله يعذب الأجسام التي أكلتها السباع والطيور والحيات، يقول: فكيف يتم ذلك حيث أصبحت جثثهم غير موجودة وبعضها محترق الرماد؟ لأن قدرة الله ما هي مثل ما تتصور يا أخي، قدرة الله لا يعجزها شيء، قادر على أن يعذب أجسامهم سواء كانت ترابا أو كانت في أجواف حيوانات أو في يوصل إليها العذاب وهي في مكانها. نعم، وكذلك النعيم يوصله الله إليها في أي مكان كانت، الله على كل شيء قدير. نعم.